بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرؤية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الميت جنيه في المنام. هنتكلم عن اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الميت جنيه، وهنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة وامتى بتكون رؤيتها غير محمودة. اولا، رؤية الميت جنيه في المنام لما يشوفها الشخص بشكل عام، فمن الرموز اللي بتدل على الفرج. من الرموز اللي بتدل على الفرج يمكن بعد دقيقة وعلى استبدال حالته بحال أفضل. لما يشوف الشخص انه عثر على 100 جنيه، احيانا من الرموز اللي بتدل على أزمة هو هيمر بيها، ولكن الأزمة دي هتمر في وقت قصير ومش هتقعد كتير او مش هتستمر كتير، وكمان هتبدل احواله للافضل وللاحسن. لما يشوف الشخص انه حصل على 100 جنيه عبارة عن عملات فضة او عملات معدنية، فمن الرموز اللي بتدل على الرفاهية وعلى التحسن في مستوى معيشته بشكل عام. لما يشوف الشخص انه اخد سلفة او اخد كارت عبارة عن 100 جنيه وشاف نفسه ان هو انفقها كلها او ان هو صرفها، فبيكون احيانا للأسف من الرموز اللي بتدل على خسارته لشخص قريب منه. رؤية 100 جنيه برضو للرجل. الرجل لما يشوف 100 جنيه، لما يشوف ان هو بيرمي 100 جنيه او بيعطيها لشخص تاني، برضو بيكون بشارة بزوال هم، بفرق، بتحسن في حالته للأفضل وللأحسن. لما يشوف انه بيمتلك 100 جنيه، يشوف ان هي اوراق مختلفة او عملات مختلفة او فئات مختلفة، من الرموز اللي بتدل على وجود اشخاص يعني اعداء ليه، والاشخاص دول بيكرهوه جدا ومحيطين بيه. كمان لما يشوف الشخص انه اخد 100 جنيه من شخص تاني، احيانا بدل لو كان في عداوة ما بينه وما بين الرأي ده، وشاف انه هو بيهاديه بال100 جنيه، فمن الرموز اللي بتدل على احيانا على الصلح. 100 جنيه كمان للفتاة العزباء، لما تشوف 100 جنيه في المنام فبيكون بشارة ليها بالنجاح وبالتفوق، وكمان بتحقيق أمنيات وبتحقيق رغبات. لما تشوف 100 جنيه برضو من الرموز اللي بتبشرها بالزواج، والزواج من في فترة قريبة، والزواج من شخص على خلق ومن شخص مقتدر ماديا. كمان الفتاة العزباء لما تشوف 100 جنيه عبارة عن فئات أو نقود معدنية، من الرؤى اللي بتدل على هداية وتقرب من الله سبحانه وتعالى، وكمان تحسن في مستوى معيشتها بشكل عام. لما تشوف كمان العملات يعني 100 جنيه عبارة عن عملات معدنية، فمعنى كده ان هي هتحصل على فرصة، وفرصة ثمينة، وكمان هتعرف تستغلها. اما لو شافت ان هي فقدت 100 جنيه دي او راحت منها او ضاعت منها، فمعنى كده ان الفرصة دي للأسف هتضيع منها ومش هتعرف تستغلها. كمان 100 جنيه لما تشوفها عبارة عن عملات ورقية وتشوف انها ضاعت منها او يعني اتسرقت منها، احيانا بيدل برضو على ان هي هتواجه مشكلة او هتخسر بعض الناس المحيطين بيها، او يعني شخص يكون قريب منها. المرأة المتزوجة برضو لما تشوف ان هي يعني وهي ماشية في الشارع كده حصلت على 100 جنيه او لقيتها في الارض، فمعنى كده ان هي هتتحقق لها رغبة او هتتحقق لها امنية كانت بتتمناها من فترة طويلة. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف انها عثرت على 100 جنيه، بيكون يعني بشارة ليها بالحمل وانجابها لولد، والله اعلم واعلم. كمان حضورها على او حصولها على 100 جنيه يعني مرمية في الارض، فمن الرؤى اللي بتدل على علاقات قوية، على ود ومحبة مع شخص يعني او صديق او صديقة قريبة منها. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف انها فقدت 100 جنيه سواء
ضاعت منها او اتسرقت، فبرضو من الرموز اللي بتدل على ازمة مالية ممكن تمر بيها، ولكن هتتخطاها او هتمر بسرعة. لما تشوف ان هي نفسها ان هي سرقت 100 جنيه من زوجها، فمعنى كده ان زوجها شخص كريم وشخص سخي وعلى خلق، كمان من الرموز اللي بتدل على حب ومودة ما بينهم، وكمان استقرار. المرأة الحامل برضو لما تشوف 100 جنيه في المنام، فمن الرموز اللي بتدل على ولادة سهلة وكمان ولادة ميسرة. المرأة الحامل برضو لما تشوف ان هي حصلت على 100 جنيه، فبرضو معنى كده ان هي يعني بشارة ليها بولادة، مش هتكون فيها اي مشاكل. لما تشوف المرأة الحامل برضو انها يعني معاها 100 جنيه، وال100 جنيه دي عبارة عن نقود معدنية، لو شافتها ان هي لونها فضي في المنام، فبيكون بشارة ليها بمولود انثى. لما تشوفها ان هي النقود دي نقود ذهب، فمن الرموز اللي بتدل على انجابها لذكر، والله اعلم واعلم. كمان لما نشوف ان في حد بيدينا 100 جنيه، لما يشوف الرجل انه بيدي لزوجته 100 جنيه في المنام، فمن الرموز اللي بتدل على حب ومودة واستقرار ما بينهم. كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم خير وكمان قدوم رزق. الشاب الأعزب لما يشوف انه بيدي 100 جنيه لفتاة او لامرأة، فمن الرموز اللي بتدل على زواجه. كمان لما نشوف الرجل المتزوج انه بيعطي زوجته 100 جنيه، احيانا بتدل على حمل للزوجة. كمان لو كان عليه ديون، فمن الرموز اللي بتدل على سداد ديونه. لما يشوف الشخص ان هو بيوزع 100 جنيه كنوع من على الناس، كنوع من الصدقة او نوع من الزكاه مثلا او الهدايا، كل دي من الرؤى. لو كان هو في كرب او في ضيقة او في ازمة، فمن الرموز اللي بتدل على ان الازمة دي هتتفك. كمان من الرموز اللي بتدل على تبديل حاله للافضل وكمان للأحسن، وهيكون التبديل ده خلال فترة قريبة. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية 100 جنيه في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوه تحت، وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.